خير فيكم إن لم تقوم اعوجاجي، ولا خير في إن لم أستمع إلى نصحكم وإرشادكم. غايتنا واحدة، الدعوة إلى سبيل الله والدعوة إلى سبيل الصلاح والرشاد. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا إلى ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا بحضر عبد الحميد على هذا التقديم الموجز، ولكن سأضيف بعض الشيء. سعد عبد الحميد هو من الذين نستطيع أن نسميهم بالعصاميين، الذي يجتهد من أجل المعرفة وتحقيق المعرفة ونشرها بين الناس. الآن أريد أن أحول الكلمة إلى أي واحد منكم يريد أن يتدخل لإعطاء سؤال أو اقتراح أو تدخل لكم ذلك. كل واحد يحب يدخل ولا يحب يسأل ولا يحب أي شيء، معناها نكونوا تلقائيين، معناها تكون جلسة تلقائية ماهيش باش تكون. ولا واحدة من الزميلات، ولا واحدة من الزميلات كذلك تحب معناها تدخل هذاك. كان الإمام الخمس عليهم. الإمام الخمس هو جا ما يفتقد الإمام الخمس. سأجيب عن ذلك. عندنا أحد الأئمة زاد كذلك قضى بها في مالك حاضر. سي شكري. بالنسبة لمسألة الإمام فرد خمس، قدم ملف سابقا في تعيين أو انتداب الإمام فرد خمس، وتعذر ذلك لأسباب مختلفة، ونحن في انتظار من يتقدم بملف. السيد علي الحفيان هو في يعوض طريقة معنا كإمام صلى الخمس، وطلبت منه شخصيا العديد من المرات أن يتقدم بملف، ولكن لعل معنا ظروف العمل متاعها تمنعه من أن يكون مواظب معنا، ونحن معنا في انتظار أي ملف يتقدم، وبتشجيعكم لأي شخص يتقدم كإدارة محلية للشؤون الدينية بالمعتمدية سنجتهد معنا في إعداد ملف ونكمله ونبعثه للإدارة الجهوية للنظر فيه. فبالتالي الباب مفتوح لكل مترشح. حقيقة معناها من الأشياء السلبية اللي نعانوا منها في معتمدية مارث، وهي قلة الإطارات، خاصة قاع حافظ القرآن الكريم، سواء كان من أئمة صلاة الخمس أو مؤذنين. الباب مفتوح، من ترونه صالحا لأداء هذه الخطة، نحن في استعداد في أن نقوم بإعداد ملف كامل موجب له. قدم ملف سابقا في تعيين او انتداب الامام صلى الخمس، وتعذر ذلك لاسباب مختلفه، ونحن في انتظار من يتقدم بملف. السيد علي الحفيان هو في يعوض طريقا معنا كامام صلى الخمس، وطلبت منه شخصيا العديد من المرات ان يتقدم بملف، ولكن لعل معنا ظروف العمل متاعها تمنعه من ان يكون مواظب معنا، ونحن معنا في انتظار اي ملف يتقدم، وبتشجيعكم لاي شخص يتقدم كاداره محليه للشؤون الدينيه بالمعتمديه سنجتهد معنا في اعداد ملف ونكمله ونبعثه للاداره الجهويه للنظر فيه. فبالتالي الباب مفتوح لكل مترشح. حقيقه معنا من الاشياء السلبيه اللي نعانوا منها في معتمديه مارث، وهي قله الاطارات، خاصه قاع حافظ القران الكريم، سواء كان من أئمة صلاة الخمس أو مؤذنين. الباب مفتوح، من ترونه صالحا لأداء هذه الخطة، نحن في استعداد في أن نقوم بإعداد ملف كامل موجب له. نحيي لجنة جامع الهلاح على تنظيم هذه المناسبة الطيبة، تكريما للأخ الحومة واحتفالا بقدوم الأخ العطفي. كلنا ثقة بأن الأخ الحومة السامي سوف يكون خير خلف في أحسن سلف. أخذت الكلمة لأني كنت شاهدا على العصر في تسمية الأخ الحومة السامي على رأس الإمامة في هذا المسجد، هذا الجامع. كنا نعمل في مدنين سويا، وطلب منه الأخ التيجاني الخميسي معتمد مارث آنذاك بضرورة تقديم ملف للقيام بخطة إمام خطيب بهذا الجامع.
أقولها صراحة أمام الجميع، الأخ الحر السالمي عاش معاناة كبيرة، وأنا كنت من بين الذين عملوا كثيرا على إقناع الأخ الحر، وكانت معي مساعدة بيداغوجية كذلك في مدنين الأخت زهرة بن سعد، وتربطنا علاقة وتيدة بعديد الأخوة المربين في مدنين. هذاك علاش أنا ممنون جدا لترحيب الأخ العتمي، لأني نشر سنة في مدنين عملنا في أحسن ظروف مع الأخوة المربين في مدنين، وأحمل أحسن الذكريات على مدنين. قلت سير حومة معناها عاش معاناة كبيرة لقبول خطة إمام خطيب، لأنه ليس من السهل القيام بهذه الخطة صعبة، لأنها مسؤولية جسيمة. إمام خمس أو إمام خطيب راه مش من السهل. ويقول ستجان ذلك بالخير ستجان خنيسي بأنه كان مساعد بيداغوجي ويعرف الأخ الحومة السالمي مش كمعتمد، الدخل هو الدخل كمربي عاشر الأخ الحومة السالمي سنوات المساعدة البيداغوجية ويعرفه كثيرا، وهو عارف أن سوف يكون من أئمة الخطباء الناجحين، وكان كذلك بالنسبة للأخ الحومة السالمي جرب في صحة وواصل وتخلى بمحض إرادته عن الإمامة لظروف، لأنه معناها ظروف العمل فرضت عليه باش تخلى، لأن سي الحومة السالمي نقولها بكل صراحة مش من أحبائي كرسي، إلا أنه كرسي يجري وراه، وهذا هو المسؤول اللي هو الحق اللي هو معناها يحس أن المسؤولية جسيمة وصعبة جدا. وسي الحومة أخيرا شكون استجاني يقول له أحببت أن كرهت راك سوف نقدم الملف ولو نمضي في بقعة. هذه أنا عشتها مع سي الحومة، ويوميا نحن ماشيين جايين لمدنين نقنعوا في سي الحومة باش يقبل الخطة، وسي الحومة كان من أحسن أئمة الخطباء، هذا طبعا بشهادة الجميع لأنه من المربين الأفاضل اللي احنا عملنا سويا في مدنين سنوات عديدة، وحتى على مستوى مدنين عرف سي الحومة بدماثة أخلاقه وبعمله وبإخلاصه وبجديته، وهذه الجدية والإخلاص والتفاني في العمل ومعناها جعلوا من أخ الحومة من الأئمة الخطباء الناجحين. إن شاء الله كل الأئمة، وإحنا أنا ثقة في كل الأئمة سي شكري وغيره من الأئمة، إن شاء الله معناها كلهم يكونوا معناها ديما في مستوى الخطة، إن شاء الله ربي يوفقنا جميعا في الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير، الله يبارك لك. من دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام أنه كان يقول ربي واجعلني للمتقين إماما، من أدعية الفاضلة اللي موجودة في القرآن الكريم، دعاء سيدنا إبراهيم الذي يسأل الله تبارك وتعالى أن يكون المتقين إماما، فأن يكون الإنسان إمام هو تكليف نعم، ولكنه أيضا تشريف، لأنه عندما يكون إمام هو ينوب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فوق المنبر. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يؤم الناس كان يستشعر عظمة الرسالة التي أنزلت عليه، وهذه الرسالة التي فيها بلغ إنك مبلغ، فدور الإمام أن يبلغ الكلمة الحسنة، الكلمة المعتدلة، الرأي الخصي، الرأي الذي يطور ويقدم بالمجتمع. لذلك فكل كلمة قالها إمام فوق منبر هي في ميزان حسناته، وكل كلمة يرفعه الله بها درجات. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يقول رب كلمة يقول الرجل لا يلقي لها بالا وهي من رضوان الله ترفعه إلى الله درجات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكون كل الكلام الذي قاله فوق المنبر هو في ميزان حسناتي وفي رفع درجاته. إبراهيم عليه السلام أنه كان يقول ربي واجعلني للمتقين إماما، من أدعية الفاضلة اللي موجودة في القرآن الكريم، دعاء سيد إبراهيم الذي يسأل الله تبارك وتعالى أن يكون المتقين إماما، فأن يكون الإنسان إمام هو تكليف نعم، ولكنه أيضا تشريف، لأنه عندما يكون إمام هو ينوب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فوق المنبر. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يؤم الناس
كان يستشعر عظمة الرسالة التي أنزلت عليه، وهذه الرسالة التي فيها بلغ إنك مبلغ. فدور الإمام أن يبلغ الكلمة الحسنة، الكلمة المعتدلة، الرأي الخصم، الرأي الذي يطور ويقدم بالمجتمع. لذلك فكل كلمة قالها إمام فوق منبر هي في ميزان حسناته، وكل كلمة يرفعه الله بها درجات. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يقول: رب كلمة يقولها الرجل لا يلقي لها بالا وهي من رضوان الله ترفعه إلى الله درجات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكون كل الكلام الذي قاله فوق المنبر هو في ميزان حسناتي وفي رفع درجاتي. موصول لكل الإخوة لجنة صيانة جامع الفلاح، الإخوة الحضور، السادة الأئمة، السادة الوعظاء، الوعاظ، الوعظات كذا، أنا حبيت نتدخل. لماذا؟ لأن أول مكالمة صارت كانت ليلا، كان سيد الحجر حومة اتصل بي ليلا، طلب مني أن أعوضه كإمام خطيب يوم الجمعة في جامعة الفلاح. فاعتذرت أنا للأمانة، الواقع اعتذرت في الليلة ذيك، قلت له ننظر لسي قوادر المرزوقي، ونتمنى لعل الإخوة ما نسوش السي قوادر المرزوقي والجماعة للحضور، لأنه هكذا لابد الجيل المقبل أن يعترف للجيل القديم بالعمل والبصمات اللي كانت. فقال لي سي رحوم الله يجزيه خير، قال لي راني اتصلت بسي قوادر المرزوقي ولكنه اعتذر، وليس لك حل، ما لابد غدا بأنك تكون إمام خطيب جامع الفلاح. فجيت لجامع الفلاح وكانت أول خطبة لن أنساها في حياتي، وجزاه الله خير، معنى هذه كانت لمحة. واني أشكره على ما قدم، وجزاه الله خير على ما قدم للناس في تلك الفترة وذلك الخطاب. وكذلك لا أنسى دور سيدي شير كذلك أما جامع الفلاح لفترة، فجزاه الله خير كذلك. وأتمنى التوفيق لإخونا عبد الحميد العطوي، إن شاء الله ربي يوفقه إن شاء الله في هذا البرنامج. مثلا ذكر واحد أحد الإخوة إمام صلوات الخمس أو الإطار في الإطار المسجدي كأئمة. نقول إحنا في الجمعية القرآنية، الجمعية المحلية المحافظة على القرآن الكريم بمارك، وهي التي ستجدد الهيكل متاعها إن شاء الله تعالى في فيفري. هذا دور الناس كله، دور السادة الأئمة، دور رواد المساجد، دور الأولياء لإنجاح هذه، دور رجال الأعمال، دور المثقفين. في كيفاش ننهضوا؟ معناه لماذا دائما نفكروا في الإمام صلوات خمس؟ لماذا هذه؟ أبنائنا وينهم؟ والعمل القرآني ليس فكر لشخص أو لمجموعة شدت إدارة الجمعية القرآنية، هي دورنا الناس كله نفكروا في هذا الشأن. أنا يوم آخر نلقوا من أبنان، نحتاج الدعم، نحتاج لحضوركم، نحتاج إلى مدنا بالفكر، نحتاج إلى ناس تعاوننا في هذا الجانب. هذه كرسالة للجميع، وإن شاء الله يكون مؤتمر الجمعية إن شاء الله في آخر فيفري، إن شاء الله يكون الحضور مكثف إن شاء الله. رسالة أخيرة هي للحجر حومة إن شاء الله تعالى. الحجر حومة كان إماما خطيبا وكان داعيا، إذا استقال من إمام الخطيب فسيبقى داعي، الرسالة تبقى ديما موجودة، ليس فقط في إمامة أو غير إمامة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقه وإخوانه ويوفق الجميع، وأن يكثر من هذه المجالس إن شاء الله تعالى تتلاقى فيها الناس، ونرجع لأهل الفضل، وربي يبارك فيكم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء جزيل الشكر باسمي وباسم زميلتي الواعظة فوزير عياشي، كل الشكر كل الامتنان للشيخ حومة السامي على ما قدمه من الجامع. نسأل الله أن يكون في موازين حسناته يوم لقائه، وأن يجعل كل خطبة قدمه، كل أمر بالمعروف ونهي عن المنكر دعا إليه، في ميزان حسناته يوم لقائه بإذن الله تعالى. وكما تكرم أخونا شكري، رسالته ما عندهاش لحد الآن، هو صحيح استقال وقدم استقالته كإمام للصلوات الخمس،
لكنه مازال يرأس اللجنة المشرفة على الجامعة، مازال هو رئيس اللجنة. طبعا بالتعاون مع سيد أمين المال والأعضاء بارك الله جهدهم حتى هما زاد ربي يطولهم، لكن رسالتي ما كملتش، مازال موجود في الجامعة ومازال على رأس الجامعة. وكما تكرم كنا شكري زادة وبرشا اليوم كنت نقول له وسبقني إليه دايما شباب الخيرات إن شاء الله هو بقية الأيام في الكرمان. رسالته ما فاتش لحد الآن، مازال قادرين قادر باش يقدم أكثر وأكثر. والأمانة لحد الآن كل ما كلمناه في أي موضوع مهما كان إلا وكان سباق للخير، جعل الله ذلك ميزان حسناته. مرة أخرى زاد مرحبا بالسيد عبد الحميد العطوي إمام الخطيب الجديد، وفقه الله لما يحبه ويرضاه وأجر الخير على يديه بإذن الله. طبعا أكيد لازم نشكر بابايا اللي هي زاد من نتجاوزك، جزاه الله خير على ما قدم وجعل الله في ميزان حسناتك. كل شكر للشيخ الهادي على ما قدمه، مرحبا به زاد، الله يبارك له ويبارك لكل أئمتنا. مرحبا بكم وشرفونا بلقاء طيب هذا، جزاكم الله. ليس لما أضيف على ما قاله الإخوة، فقد تحدثوا جميعا على خصام الرحمة السالمي. الرحمة السالمي غني عن التعريف، يعني بإمامته للمسجد الفلاح معناها أخذ صيتا كبيرا من أولا المعرفة ثم من الأخلاق السامية التي معناها تدثر بها. و كما قالوا الإخوة معناها سبقوني في ذلك، في أن الرسالة رسالة رحومة لم تنتهي، فموقعه الذي هو فيه الآن على خارج المنبر فهناك منابر أخرى تجبره أو تدفعه لأن يقدم الأكثر والأكثر. نرجو منها أن لا يكون معناها عمله خارج الوطن معناها عائقا أمام رسالته الداخلية. وهذا معنى ليس بعزيز عليه، فهو يعرف كيف يتصرف. والآخر حومة سالمي بكل على المحبة وبكل الأخوة والصداقة التي جمعتنا في كل المجالات، يعني التربوية إن كان في التعليم أو في منظمة الطفولة التونسية، ف له يعني تاريخ وله بصمات. أرجو من الله أن يعطيه معناه ويوفقه ويبارك له فيما بقي من الحياة وللجميع أيضا. وشكرا لكم على هذه اللفتة بحضورنا يعني كله. لا أنسى ولا أريد أن أنسى الأخ الذي حقيقة قام بواجب معناها الأكبر في المسجد، أخ الحاج أحمد، حقيقة كان من أوائل الأئمة الذين باشروا العمل في هذا الجامع وتكافى معناها، وكانت بالنسبة له معناها جهد كبير وعاشرناه أيام وسنوات وهو مسكين معناه يجتهد في معناه مسابقة الزمن ليلا ونهارا. وكيف كيف الحمد لله على سلامته، وإن شاء الله ربي يبارك له حتى هو في عمره، إن شاء الله يبارك للجميع. وشكرا لكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات. في موقف كيما هذا واحد ما ينجمش ما ياخذش الكلمة ويتوجه بالشكر الجزيل للأخ رحومة سالمي جزاه الله عنا كل خير. تذكروا جيدا اليوم الأول للإمامة نتاعها في أول خطبة، كنت حاضر لهني وكان الميكرو نهارها ناقص ياسر، وكانت معناها خطبة رغم كل تلك معناها الظروف كانت خطبة ناجحة بكل المقاييس، وهذا الانطباع اللي خرجنا به بعد الخطبة هذيك. الأخ رحومة سالمي هو كان داعية في العديد من المناصب. الأخ رحومة سالمي طبيعي كان أحسن داعية والمعلم كاد أن يكون رسولا، وكان داعية في الخطة هذيك. ثم كان داعية وهو في منظمة المصايف والجولان، وين حضرت مؤتمر من مؤتمرات متاعها وكبت أشغالها بحكم انتمائي للبلاد. سي رحومة سالمي كمرشد بيداغوجي
أكيد كان داعي وكان يدعو إلى الأخلاق الحميدة، ثم كان داعية من خلال المنبر. وفي اعتقادي عندما إنسان يتحرر من القيود ويصبح حر، يصبح أكثر معناها للدعوة، يصبح يقيم أكثر الدعوة من مما كان عليه قبل. إذا تو الآخر هم سالمي أصبح حرا طليقا، فهو سيصبح معناها سيبذل حسب اعتقادي مجهود أكثر للدعوة إلى سبيل الله. ويقول ربي سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال إني من الصالحين وعمل صالحا وقال إني من المسلمين. والشيخ حومد سالمي لقد دعا ولقد عمل صالحا، وله جزيل الشكر منا، ونتمنى أن يواصل في الخطة هذه من منطلق دماثة أخلاقها بكل صدق، معناها نقولوه مش من باب رمي الورود، وأنتم معناها أكيد الكبار يعرفوه أكثر مني. وسير حومد السالمي خلى بلاصته في المسجد هذا. سير حومد السالمي وقت اللي عوضته لمدة معينة لقيت المجال مفتوح، كل صدق لقيت رواد الجامع موجودين، لقيت الجامع معناها بحكم العناية الكبيرة من اللجنة اللي كانت ما تسهر على الجامع هذايا، الجامع كان مهيئ لكل للنجاح، وخاصة وجود الجامع هذايا على الطريق الرئيسية. الدور نتاعها دور كبير ياسر، مش كما أي جامع موجود داخل من الطريق الرئيسية، لأن رواد الجامع هذا هم مختلفين ياسر. وني عايشت مدة صغيرة وشفت ساعات بعد ما نكمل صلاة الجمعة نهبط من المنبر ونخرج يجوني ناس عابري سبيل، وشفت الملاحظات اللي كان يقولوا فيها. وهذا يرجع فيه الفضل طبعا للجنة بصفة عامة، واللي كان على رأسها الأخ حومد السالمي. أتمنى له كل النجاح وكل التوفيق، وأن يطيل الله عمره في الدعوة لسبيل الله، ووفقه الله في ما تبقى له من عمره. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقولون إنما المرء حديث من بعده، والحمد لله أننا أصبحنا نسمع اليوم حديث وجها لوجه وفي حياة الإنسان، وأظن أن تكريم الإنسان في حياته أفضل من تكريمه بعد ممات إن شاء الله، بعد عمره طويل نسكن. وطبعا لا يفوتني أن أشكر اللجنة المكلفة بهذا الحفل تكريما لسيد الحومة السالمي الذي عرفته منذ الصغر، لأنني عشت معه في نفس الحي تقريبا، فعشنا الطفولة معا، ثم عشنا التعليم معا في نفس المدرسة في الابتدائي والثانوي، ثم حصل أن عملنا معا في التفاقل، حيث كان يشغل مدير مدرسة، وكان قدوة حسنة. صدقوني أنا كان قدوة حسنة في انضباطه وسلوكه وأخلاقه منذ الصغر، عشنا طفولة كاملة. لذلك فلن أستغرب ما قاله الزملاء أو أن أعجب منه، لأن ذلك عين الحقيقة. وطبعا سير حومد السالمي تحمل المسؤولية، مسؤولية سواء المدرسة أو مسؤولية المربي أو مسؤولية الإرشاد ثم المدرسة. لماذا؟ لأن الرجل يمتاز بشيء هام، وهو الهدوء، وهو العمل الجدي، وهو التفاني في عمله منذ الصغر، هذا أعرفه جيد. لذلك فإنني لن أضيف الكثير على ما قاله الزملاء، وإنما أتمنى له الحياة السعيدة، وأتمنى له أن يكون أن يتواصل أن يواصل فيما عرفناه به، وإن شاء الله حياة هنيئة وسعيدة. وشكرا. شكرا، بارك الله فيك. جزاك الله كل خير. بالنسبة لاجتماعنا هذايا ولقائنا هذايا، هو راه في عنصرين، في ترحيب وتكريم. ترحيب الإمام الخطيب المعين جديدا سعد الحميد العطوي، وتكريما لإمامنا وشيخنا السيد الحومة السالمي. فبالتالي الآن نمر إلى مرحلة ثانية في الاجتماع هذا، وهو تكريم الأخ عبد الحميد العطوي، وسيشرف على ذلك الأخ هادي الشهير.
هذه الهدية لسعد الحميد. لا هو اللي خلاه هيك. هيك. الاستحالة زي الفل. كلمة الأخ رحوم السالمي ليقول ما يخارج صدره. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، أقولها وأبدأ بدعاء من القرآن الكريم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. لأن الكلام بعد الإخوة صعب جدا، فاسمحوا لي جميعا. إخوتي الكرام، أخواتي الكرام، كريمات، أن أرحب بالجميع، ويسرني ويسعدني ويشرفني أن أكون بينكم وأن أكون من المكرمين. جزاكم الله خيرا على ما قلتموه، على الكلمات اللطيفة. شكرا لكم وشكرا لكل من ساهم في التفكير والإعداد والاستعداد والإنجاز في هذا الحفل، فألف شكر. وما أقول إلا الله يجعلها في ميزان حسنات. إخوتي الكرام، يقول المثل: لكل بداية نهاية ولكل نهاية من تقييم. البداية كانت بالأمس القريب، الأمس القريب هو 2003 كما ذكر زميلي سنصر عروب. 2003 لما كلفت بمهمة الإمام الخطيب، والنهاية كانت سنة 2017. هذه المدة يزيد تقريبا تزيد على 13 سنة، 14 سنة إلا بعض أشهر. هذه المدة الحمد لله مرت بسلام، وهذا ليس بالسهل وليس باليسير، لكن الحمد لله خرجنا منها بسلام. لكن أريد أن أعرج شكرا على كل من ساعدني على تأثيث هذه المدة، وأخص بالذكر كل الوعاظ الذين مروا على معتمدي إتمار، انطلاقا من سي حمادي الترابلسي، ثم سي عبد الستار الهنتاتي، ثم سي محمد الأبيض، ثم سي علي الزيتوني بمعية الأختين سامية وفوزية. فألف شكر لهم على ما قدموه لي مساعدة لهذا العمل، فألف شكر لهم وجزاهم الله خيرا. كما أشكر كل المصلين. الواقع هو النجاح يكون نجاحا جميعا، كل المصلين سواء بالنصيحة سواء كان بالمساعدة، مساعدات نصائح، فألف شكر لهم وجزاهم الله خيرا. أملي أن
أن ينجح الأخ زميلي سي عبد الحميد في مهمته، ويمكن أن أقول إن شاء الله يكون خير خلف. ولا أتمم الجملة لأن لا أضع نفسي في مرتبة الصالحين، إن شاء الله يكون خير خلف لي. وبهذه المناسبة أشكر كل من ساهم مرة أخرى في تأثيث هذا الحفل الكريم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير لك الحمى سامي على ما قدمته وما قلته. ذكرني في بيت الإمام الشافعي: أحب الصالحين وإن لست منهم. لا أنا نبي شفاعة، إن شاء الله ربي يشفعنا إن شاء الله، ويكون الرسول شفاعنا يوم القيامة إن شاء الله. وأنا ما حبيش نكمل. لا أنت من الصالحين، نسأل الله أن يكون من الذين يشفع فيهم النبي محمد عليه السلام. إذن هذا الحفل نستطيع أن نقول معناها قد أتينا على مجمل ما فيه، وهو كلمات التي أثلجت الصدور حول إمام، وهذه المبادرة الحسنة في مارف أن يكرم إمام، ونسأل الله تكون هذه المبادرة في كامل الجوامع، باش يكون الإمام عند مكانته. لأن حقيقة في المجتمع ثم ثلاثة، إذا كان فقدهم المكانة فقد المجتمع قيمته. والسير حومة السالمي جمع بين اثنين من هذه المنزل من هذه المنازل، وهي الأم والمربي والإمام. هذوما من ثلاث منازل في المجتمع، إذا كان فقد المنازل هذوما قيمته في المجتمع، أرى المجتمع دائما سيسير نحو الوراء، نحو الضلال والتيه والضياع. إذا كان فقدت الأم قيمتها في المجتمع، والأم مدرسة كما يقول معناها شوقي، وكذلك المربي والمعلم. والزمن الجميل وقت اللي كان المعلم معناها قيمته في المجتمع، أن يراه الشخص في طريق يقدره ويهبط راسه ويتعدل، هذا كان زمن جميل. نسأل الله أن يعيد هذا الزمن. وكذلك الإمام القدوة، لأن الإمام في اللغة العربية هو القدوة، هو الذي يحدد الطريق المستقيم. وما جعل الإمام إماما إلا ليؤتم به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالأخ حوم السالمي قد جمع بين هاتين منزلتين، منزلة الإمامة ومنزلة التربية والتعليم. ولا أنسى أنه كان كذلك مع المكتب الشؤون الدينية، كان يساعدنا كثيرا، بل يؤثث لقاءات التكوينية للإطراء للحجيج. هذا من بين شمائله أنه كان المشرف والمؤثث للدورات التكوينية للحجيج، إن لم تكن تعرفون ذلك فاعرفوا. فنرحب كذلك بالأخ عبد الحميد العتوي، ونخبره أن الإمامة هي تشريف، وهذا الشرف لن يناله الإنسان إلا إذا استحقه، ولن يناله إذا استحقه إلا إذا كان صادقا فيه ومخلصا له. فماذا كان الإخلاص والصدق عنوانك في هذا العمل فستنجح إن شاء الله. والرسول محمد عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، خاصة في المعلومة، خاصة في الموعظة، خاصة في النصيحة. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذبة حتى يكتب عند الله والعياذ بالله كذابا. نسأل الله تبارك وتعالى في هذا الجمع أن يكون جمعا مذكورا عند الله وعند ملائكته. أقول قولي هذا، وعند سيادي الشعير أن يتم مراسم الحفل، لأني لا أستطيع أن أتم أكثر من ذلك. شهادة تقديم لجنة
شكرا الله يبارك فيك. اي سيدي تفضل. تفضل سيدي، جزاك الله.